بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الليلة المباركة نلتقي مع أستاذنا الفاضل سي عبد الله سليلي حفظه الله ورعاه. هذه الشخصية التي يعرفها الكثير، وفي الحقيقة هو غني عن التعريف تربويا واجتماعيا ورياضيا. أولا الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله وربي يحفظكم إن شاء الله، ولقاء ان شاء الله طيب مع سي بلال ومع المشاهدين اهله واللي تبعوا في برنامج سي بلال، وشكرا للجميع. سي عبد الله، دائما سؤالنا هو الاول، من هو عبد الله سليليح؟ عبد الله سليليح معلم بسيط متواضع من قدماء المعلمين، عمل في مدارس كثيره والان متقاعد. هل ممكن نعرف مرحلة دراستك في المرحلة الابتدائية؟ أين درست المرحلة الابتدائية؟ المرحلة الابتدائية كانت شوية مذبذبة، حيث بدأت من القرآن الكريم، وبفضل سي جابري دخلت المدرسة في سن كبير، ورحت مباشرة إلى السنة السادسة، من السادسة إلى المتوسط، من المتوسط عام معهد التكنولوجي إلى معلم. هل ممكن نعرف اسماء المعلمين الذين درسوك في الابتدائي؟ في الابتدائي كان سي مبخوت ربي يرحمه، وسي عرعار ربي يحفظه ان شاء الله، جلوله اي سي عرعار جلول ربي يحفظه ان شاء الله. في الفرنسيه عند سي العايب محمد، وعند سي بكر ميمون ربي يرحمه. هذا الابتدائي. والمتوسط؟ المتوسط اغلبها عند محمود مصطفى ربي يرحمه. ربي يرحمه. محمود المصري. المصري الجزائري. الله يرحمه ان شاء الله. سي عبد الله، هل في مرحله التعليم عبد الله سليح كطفل، هل كان عبد الله سليح طفلا مشاغبا ام طفلا عادي؟ كان عادي خجولا ملتزم باكثر دراسه في القران الكريم. عند سي سني ربي يرحمه، سي محاد بن ابراهيم ربي يرحمه، ومرحلة قصيرة في الزاوية. الزاوية الطاهرية. الزاوية الطاهرية عند سي عامر ربي يشفيه ان شاء الله. سي عامر ابراهيمي شفاه الله وعافاه. امين. سي عبد الله، هل سي عبد الله سليليح كتلميذ ضرب في الابتدائي؟ ابدا. لما ما تعرفش للضرب. والو. عندما نتكلم عن المدرسة الابتدائية في السابق، السبعينات والسنوات اللي يسموها الزمن الجميل، الزمن اللي كان فيه التربية والتعليم، هل في رأيك الضرب كان له دور في عملية التربية؟ كان عنده دور، لكن مش لدرجة أن يكون الضرب مبرحا. ضرب بسيط، ضرب يكون ضرب ماهوش ضرب كما نفهمه احنا الآن. في تصورك، هل المعلم يضرب التلميذ هكا جوزافا هكا؟ لا، مستحيل معلم يضرب التلميذ جوزافا، انما اذا كان ضربه يضربه لمصلحته. بالنسبه عندما نتكلم عن المدرسه الابتدائيه، كان هناك المدرسه تربي، والشارع يربي، والجار يربي، الكل يشارك في تربيه ال اي نعم. كان الجميع متكافئ، كان الجميع متكامل. المدرسة تربي، والأم تربي، والأسرة تربي، والشارع يربي، والمسجد يربي، والمدارس القرآنية تربي. إذن عبد الله سليح درست الابتدائي والمتوسط، هل درست الثانوي؟ والو. لا، من المتوسط طول المعهد التكنولوجي الفارابي بلمدية إلى معلم. كم سنة في المعهد التكنولوجي؟ سنة واحدة. سنة واحدة، ثم تخرجت كمعلم المدرسة الابتدائية. بالنسبة أنا عندما نتكلم عن المعهد التكنولوجي، ما هو الدور اللي يلعبه المعهد التكنولوجي؟ دور المعهد دور كبير في التربية، ودور كبير في تكوين المعلم. وما نشاهده الآن من نقص في المنظومة التربوية، ونقص في الدراسة، وتدني المستوى، ربما راجع لعدم وجود معاهد تكنولوجي. سي عبد الله، بالنسبة دائما نتكلم عن التعليم، متى انخرطت في سلك التعليم؟ خرطت في سلك التعليم 10/10/74. 74.
الله يبارك. بارك فيك صاحبي. مباشرة كمعلم في المدرسة مباشرة كمعلم، أول تعيين في مدرسة في طابلات. الجزائر. نعم، من معهد تكنولوجي طول في طابلات. ومن بعد كان سي الحاج التلي الله يرحمه مستشار، لان كانت الولايه ولايه الطيطري ما كانش في الجلفه، كان هو المستشار يمثل ولايه الجلفه. فعندما عرف بانني في طابلات، انا ومساوي احمد الله يرحمه كنا في طابلات، نقلنا الى الجلفه، ومن الجلفه الى مسعد، الى مسعد طول الى مدرسه سيدي نايل. من الجزائر العاصمه في اي سنه انتقلت الى الجلفه؟ في نفس السنة، أي 10/10/74 انتقلت إلى الجلفة. كم بقيت في الجلفة؟ مش في الجلفة، طول المسعد. طول المسعد في أي ابتدائية؟ سيدي نايل. سيدي نايل. أي كملت عام في مكان، عام في سيدي نايل، ثم في مكان الطاهر قريب رحل الحش، ومنها انتقلت إلى الرايس محمد، عام في الرايس، ومنها عام في سي احمد بن عطيه، ثم رجعت الى سيدي نايل حتى ال 71، ومنها الى بن عياش. 81؟ لا لا، 71، 91. 91 الى بن عياش. 91 الى بن عياش، ومن بن عياش الى 2001 رحت لاطار المدير. اي سنه لقيت كمديرا؟ في 2000 2001. 2000 2001. مدير تميت في مسعد ام ما؟ لا، رحت كنت ناو عيساوي بشير، عيساوي بشير ربي يشافيه كان مريض، وعينوني انا في دلدول هو في القريطه، شفته مريض بدلته العكس، رحت انا للقريطه وخليته في دلدول، كملنا فيها انا عامين كنا كي هو في دلدول وانا في كذا، ومن بعد انتقلت الى مدرسه ربيح عيسى في حي القدس. كيفاش بعد في اي سنه تقعت؟ لمن؟ تقاعد تاع في اي سنه؟ تقاعد في 2013. 2013. هل كرمت من طرف الاسره التربويه؟ كرمنا كاع، عام خرجنا في 2013 كاين مجموعه كاع خرجت، كرمنا في مش عارف وقيله في الظهر بلاكف. اي من النقابه. من النقابه ام من جمعيه الوئام المربي؟ وقيله من جمعيه الوئام المربي اللي انت فيها. جمعيه الوئام المربي. اي ثم كرمت في مدرستك اكيد، داروا لك تكريم في المدرسه نتاعك. اي ذكروا لي تكريم بسيط في ام العظام. في ام العظام. كيفاش كانت اولا كمدير، كيفاش كانت المعامله نتاعك مع المدراء اللي تعاقبوا عليك؟ ربما مع المدراء اللي كانوا متعاقبين عليك. كنت معلم والمدراء اللي كانوا معاك. كانت علاقة طيبة، كانت معاملة أصدقاء، ماناش دايرين كاع فكرة أنك مديري ولا مديرك ولا معلم عندي ولا معلم عندك. كي رقيت مديرا، كيف أصبحت تعامل المعلمين وخاصة المعلمين الجدد اللي يجوكم وافدين جدد؟ هذون كانوا محاضرين، نقول لك يا سلام ياك، صح كنا نتعاملوا معاملة ماناش دايرين مدير ومعلم. كيف كنا متعاونين. هذا التفكير او هذه العقليه هل كانت ناجحه في 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 الاداء التربوي للطاقم التربوي؟ ناجحه 100%، لان باه ما ديرش انت روحك مسؤول وهما اقل منك، لازم تبقاو كيف مدير هو معلم، معلم هو مدير. اجمل مدير تعاملت معاه انت كمعلم؟ ربما سعيلي المادي. الشيخ سعيد المايدي. الشيخ سعيد المايدي ربي يشافيه ان شاء الله. نوجه له التحيه من هذا المنبر. ان شاء الله. ربي يعطيه الصحه والعافيه. امين. يريد واحد يسال، قال لك هنا اساله عن بر امه وادعو لنا، قال لك كيف تتعامل مع الوالده؟ الوالده كانت والدتي. كانت صديقتي. وكانت في وين ما درتها كانت والدتي. كانت كيما ديرها تشتر، ديرها اختي صاحبتي اي وين ما درتها، كنا نتعامل معها. رغم انا وصلت حتى ل 60 سنه كانت تعاملني كانني عندي عامين. وبالوالدين احسانا ان شاء الله. قال لك ادعينا هذا السيد اللي يسال، قال لك ادعينا ربي سبحانه وتعالى. ربي يرضي عليكم والديكم ان شاء الله. وإذا كانت هذا اللي راه يسأل، إذا كانت الوالدة حية
أوصيك بها ثم أوصيك بها ثم أوصيك بها، لأنها عندما تفقدها تشعر كأنك ما فعلت حتى شيء. يقول أنا أديتها للحج من أديتها ناية وديتها ست عمرات ورقم بعد ما ماتت كأنني لم أفعل شيء، فلذلك أوصيك بوالدتك إذا كانت على قيد الحياة. لأنه عند فقد الأم يغلق باب من أبواب الجنة. نسأل الله الرحمة والمغفرة لوالدينا، ونسأل لأمواتهم حيا إن شاء الله ربي يرضوا عليهم وإن شاء الله يعطوهم دعوة خير. قال لك احكي لنا على أحد مواقفك مع أمك، وخاصة في قصة النقود في الطريق. هذه قصة كانت جاتني الوالدة تسكن مسامية طيب، كانت جاتني وتطلب مني في الصوارد باش نعطيها بها، خاطر كان هو يطلب منها في الصوارد. جاتني من بعد انا ما حبيتش نعطيها مثلا مباشرة، اللي كانت شوية عزيزة عليها نفسها، خرجتها نقوت فيها متكية عليا رايحة مديها لدار الطيب، جبت 100,000 طبقتها ولحتها بعيد ما شافتهاش. من بعد قلت لها يا ما لقينا 100، كي لقيناها قالت لي حق رانا شركة، قلت لها هاك اديها كامل واعطيها للطيب. الله 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 الله، رائع، موقف رائع جميل جدا. إذن هذه قصة من مواقفه مع الأم رحمها الله وطيبة ثراها، نسأل الله سبحانه وتعالى أمهات المسلمين إن شاء الله. آمين. شيخ عبد الله، دائما نتكلم الآن، نخرج قليلا عن سلك التربية والتعليم لنتحول للسي عبد الله كمدرب كمكتشف للمواهب الرياضية. كيفاش كنت في تكتشف المواهب الرياضية في كثير من الأسماء؟ كان الآن نتحدث عن كثير من الأسماء أصبحوا نجوما من مدرسة عبد الله السيدي. فعلا هذه من اللي دخلت التعليم وأنا مع الأطفال، أنا لأنني نحب الأطفال كنت ندير معهم مقابلات رياضية وأنت أولهم سي بلال، كنت ندير مع أحمد طالب، كنت ندير مع حمد بن العموري الله يرحمه، كنت ندير مع يسمحوا لي جماعه لاني ما تفكرتهمش. وفي يوم من الايام كنا مقصرين في دار سعد زرقط، وبو عكار وسعود الخيراني وبحقويدر الى اخره، وكانوا يلعبوا في الامان الرياضي لبلديه مسعد. جاتهم نوت سيرفيس قال لهم لازم المينيم والكادي يكونوا موجودين يمشوا معاكم ولا نحطوا نقاط. ما لا فكروا الجماعة قال لي أعطينا دلالي تاع المدرسة، دخلتهم جابوا لنا شوية أحذية وشوية ملابس. المقابلة الأولى لعبناها في حد السحاري، خرجنا 6-1 منتصرين. كان بالمارة معاهم خو بنيامن صدارة اللي هو المدني ايه. ودخلت ويلعب، قلت له دير شورت ما باش نلبس سروال سير فاتمو. الحكم رفض، بنيامن جاي يجري الخوه قال له ما قادر دير شورت ما حبش يدير، خرجنا رغم اننا درنا له شورت فوق السيرفيت ما قبلش. اذا كانت هذه اول مقابله، من ثم بدانا ميني مكادي. ممكن نعرف اي سنه هذه؟ والله ماني عارف بالضبط، تعود في 86 87. حبشي عبد الرحمن يبلغك السلام. سلم الله. قال لي سلمي على الشيخ. ربي يسلمك. هل ممكن تعطينا الفريق الاول اللي شكلته ممكن بعض الاسماء؟ والله ما مش متفكر بالضبط، صح متفكر الاغلبيه. كانت الاغلبيه من مدرسه سيدي نايل، ومن بعد في مقابله وديه مع سي احمد بن عطيه والرايس وعبد القادر ابراهيم اكتشفت بعض المواهب، منهم اللومي عزيز، منهم الدراجي سماتي الدراجي، هذا الجماعه اللي من قبله. منهم العربي ضبع اللي راه مدير كمالية حاشي ثانوية حاشي. اذا هذه بعض الجماعه، ميلودي عميره، طوال الحفناوي، اسماء والاسماء طويله، قائمه طويله ايه. من طرائف هذه الاكتشافات. وانا نقصر مع عبد القادر ابراهيم يجيب لي احمد طالب في الفريق نتاع سعد القادر ابراهيم، يجي مع طوير عيسى، لقاه العام الاول، لقاه الثاني، لقاه عميره، قال لي راك الدوبلي تخليه شي يطلع قاع على جنب يلعب لك البلوطه. عيسى طوير ربي يحفظه، ربي يحفظه ان شاء الله. نسلم على الشيخ طوير عيسى والحاج احمد طالب من هذا المنبر. سي عبد الله، بالنسبه لك عندما نتكلم عن الامال الرياضي، الامال الرياضي من كان في الوقت الجميل والزمن الجميل،
هل ممكن تحكي لنا شويه على الفريق كفريق امام الرياض؟ اكابر اكابر كان امام الرياضي كان في واحد المرحله قبل ما توجد الباطيمات نتاع الايسر، كان امام الرياضي يلعب البلوطه بعفويه، يلعبوا البلوطه من اجل يلعبوا الكره من اجل الكره. من بعد جات هذه عطاوهم سكنات، هي زينه، هي الفكره زينه. كان العايب محمد جوامير وجماعه وشيخ بالخير ربي يرحمه عطاهم سكنات، قال نبداو بهم عطاهم. من بعد بدات فكره اعطيني بهنا نلعب، هي بدات الرياضه تتبزنس ولا تاع دراهم. اما قبلها كانت ربما، وانت يا سي بلال راك اشفى مني ولا ربما تعرفها، تفكر مقابله البرواقيه مع الاربيه واش درنا، تفكر مع بوسعاده الصور مع الصور مع هذه الكره القديمه. الاخ بوعكار محمد نبلغك السلام، قال لك الرجل الطيب وذو اخلاق عاليه ومربي رياضي باتم معنى الكلمه، جيل من لاعبين تقلدوا مناصب ولعبوا ضمن تشكيله الاكابر لفريق امام المسعد قبل سنهم القانوني، اكثر واحد يستاهل تكريم رياضي. الف شكر الاخ بوعكار. نواصل. هل بوعكار قبل ما نفوتوا بوعكار ربي يشافيه، حتى ورانا ناويه كاع خرجنا من المرض هذا ربي يشافيه. ما ننساش فكره قالها بوعكار لفريق الجلفه. مره قلبنا الجلفه هنايا قالوا له بوعكار انت وش حياتك تدافع على مسعد؟ قال لهم انا مسعد نموت على مسعد وانا مسعد بجودها. ربي يحفظ ان شاء الله بوعكار. بوعكار من 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 احسن ما انجبت الكره المسعديه في كره القدم، اعطى الكثير لهذه الرياضه. أيوة، وما زال محب لمسعد ويعشق بوعكار. ومثال بوعكار لعبوا في الفريق الامل الرياضي ببلديه مسعد، لو كان في هذا الوقت ماهيش بلاصتهم في مسعد. ونعطيك مثال على كان صماده الله يرحمه، صماده المدرب تاع القسم الوطني الثاني تاع وساره، كان في القسم الوطني الثاني نروح على ليه ساعه ونشري من عنده ألبسة رياضية. مره من المرات تطلب مني مجموعه كبيره من مسعد، وكان طلب مني بوعكار، وطلب مني مساوي احمد الله يرحمه، طلب مني الشداد، وطلب مني الصيد مصطفى. كنت انت يا بوعكار كنت انت يا سي بلال وحميده باربوره، كنتم اقل منهم في كنتم جونيور. احنا جونيور اي طلبكم ثاني مني. اي اول فكره قلتها قلت للجماعه هذول ثلاثه الاكابر اللي هو بوعكار والصيد ومساوي احمد الله يرحمه وشداد، ما حبوش يروحوا. كان عرض عليا كي نديهم ليه قال لي راه مسعد خاصها مسار نتاع لاعبين، راه فيها خزان كبير. كي عرضت عليهم هذه الجماعه قالوا لي ما نروحوا. صماد الله يرحمه يوسع عليه ان شاء الله من هذا المنبر، كان قال لي وش يخدموا هذون؟ قلت له اغلبيه معلمين. قال لي نديهم معلمين نجيب لهم الانتداب. كانت الشهريه نتاعنا قليله، قال لي نزيدهم شهريه اخرى اللي هي 600,000، ولكن رفضوا الكل. بديت بشداد والصاد ومساوي رفضوا الذهاب، رفضوا ليبقوا في الفريق لحبهم لمسعد رفضوا وساله رغم انها في القسم الوطني الثاني. سي عبد الله كان نسقسيك على اول رئيس نادي للفريق امال ويناه، هناك حديث كثير عن اول رئيس، ولا التاسيس تاعها في سنه 1973 او 74 تؤسس قانونيا ك هي كانت جماعة كبيرة مانيش عارف أنا، بس إحنا كنا شوي صغار، كانوا اللي يلعبوا فيها جروقي جلول وزيطوط المختار الله يرحمه، شفناهم يلعبوا في الملعب نتاع الداخلية. قبلها كانت مسألة مانيش عارف منها اللي شدها الأول. من بعد جات ديك الجماعة جات الرئاسة الربيع تبقى من بعد داروها البلدية. إيه من بعد داروها 73 74 إيه 73 74 سي عبد الله نواصل دائما عن الامال. امال مسعد كان الجمهور الرياضي في ذاك الوقت. لماذا اندثرت هبوط المستوى تاع الفرق المسعديه هنايا؟ شنو السبب في رايك؟ السبب عدم مراعاه الاجيال الصغرى. تاع
انت بالضبط كان عندك فريق نتاع اواسط واساغر، راني شايفينهم يلعبوا في الشوشه ولعبنا معكم هدا مرات، كنتوا من احسن الفرق. وامال مسعد كانت فيها اساغر واواسط واشبال مخيرين، من بعد كي يطلعوا ويروحوا يشتوا وحده ويروحوا في ايادي مش غير امينه، راحوا كاع اندخروا. ما كانش تواصل في نروحوا لجانب اخر. وكاين ثاني ما كانش متابعه، لاننا احنا في عام من العامات في عام من السنين رانا خلينا كاس قبيل في الدار، نناه على مستوى الوطن، وهزيناه من قاعه حرشه، عطات لنا الكونفدراليه الجزائريه لكره القدم. من بعد كنت انا كان املي ان يروحوا هذا الاصغر يروحوا اشبال كمجموعه واحده، ويروحوا اواسط كمجموعه واكبر، لكن بعد ما راحوا الاواسط خلاص تشتوا. اذا دائما السياسه عندما تلحق الاكابر خلاص يجي مدرب، يجي رايس تروح. ونعطيك مثال منها، كي دينا المرتبه الاولى بعثونا تيليجرام، قال لنا روحوا شاركوا في دوره في غليزان، ولت غليزان فيها مارسيليا وفيها الفرق الجزائريه، فيها الوسط اللي حنايا تاع الصغر، وفيها تاع الوسط الغرب، وفيها تاع الشرق. ومن بعد تاع التليجرام ما وصلناش، وبالتالي ما ذهبناش، وداروا لنا سبب اللي كاين ثلج ومقطوعه الطريق. دارت فينا في بلاصنا البلد المنظم اللي هي غليزان، ودات الدوره وربحت الدوره، ودات كاس الدوره، وراها درك دايره توأمة مع مارسيليا في الشتاء. تجي مارسيليا اصغرها اكابرها اواسطها اشبالها حتى ليكون تاعها، يجيو يقعدوا شهر هنايا كلش خارج، وهذول العكس يروحوا في الصيف شهر كلش خارج. احنا ما رحناش لان المتابعه ما كانش. سي عبد الله، لو نسالوك بالنسبه، كان المسؤول ذاك الوقت يهتم بالرياض والثقافه. ما كانش كما بالعكس، كانت وانت راك عارف، هو انا سمعتها حتى انت في الاشبال نتاعك والاساغر نتاعك، كنت تسال التلميذ كي يجي كينخرط في كرة القدم تسالو على معدله. حنا كنا نتبعوا بهذه الطريقة، إذا كان معدله ضعيف ما نقبلوهش كاع، وإذا كان معناها يتغير ما نقبلوهش. كانت الرياضة مدرسة، والمدرسة رياضة. بالنسبة للمشاهد الكريم الذين يشاهدوننا الآن، إذا كان هناك سؤال توجه للشيخ عبد الله السيليح، نحن في انتظار أسئلتكم. سي عبد الله، كنا نروحوا الجانب الثقافي للشيخ سي عبد الله. هناك عمل ثقافي درتوه دائما تنظموه في المدارس الابتدائية. درتوا نشاطات ثقافية. درنا نشاطات ثقافية، درنا التوائم بين المدارس، درنا متوائم بين المدارس القريبة والبعيدة. حتى في وقت العشرية السوداء درنا توأمة مع مدرسة اسمها البشير الإبراهيمي، راهت في حي في قردية اسمها سيدي عباس، رانا ذاك عندنا معهم علاقات طيبة. بصح كنا ندور لهم التلاميذ، يقعدوا تلاميذ وتلميذات، يقعدوا عندهم بأسبوعين ثلاثة، ويعاودوا يجونا هما أسبوعين ثلاثة. هذا نشاطنا. هذا النشاط هل يلعب دور في الجانب التربوي؟ دور كبير. ونعطيك مثال، ملي كنا في سيدي نايل كانوا تلاميذ قسم كامل معيد فيه 42 تلميذ، كانوا معيدون، درنا لهم الرياضه ودرنا لهم الرحلات هذه تاع التوأمه والرحلات تاع التحواس، ورجعوا راهم اطارات كبيره في الدوله واساتذه من المدرسه الابتدائيه. الشيخ يوسف العايب يوجه لك التحيه الى الشيخ عبد الله والصديق الزميل والصديق والمدرب. قال لك خلطها قاع، ما فهمت والو. اسمع، قول له مهما خلطوها ما تنوش الماتير. سي محمد عثمان راه في الامن تاع دائره عين الجبل، كان نعم الاب والمعلم والمربي والمدرب. يا سي بلال بلغوا سلامي، ومن عبد من عند ابن لابيه، وبارك الله فيه. وسقسيه عن فريق الويت رقم 8. فريق الويت رقم 8. هذا فريق الويت كنا في سيدي نايل دايرين فريق كرة قدم قدام الأصغر،
ونلعبوا مع لعبنا مع دمد ولعبنا مع القادر ابراهيم. ومن غريب الصدف شريت لهم بدله رياضيه كامله 8. من هذا المنطلق اشوفهم كل لابسين ويتسماهم فريق الويت، ومنهم القائد نتاعهم يقول له تت راهم يعايروه بيلا. ايه احمد بيلا، احمد بيلا عبد الله. ايه ويطيحوا يعيطوا يا حيا فريق الويت يا حيا فريق بيلا. هذه فكرة فريق الويت. إذا رقم فريق الويت قد وصلت للأخ عثمان، تحياتنا للأخ عثمان. ربي يحفظه إن شاء الله ويطول في عمره. سي عبد الله نخرجوك شوية سياسيا، هل عبد الله صليح انخرط أو ترشح في المجالس المنتخبة؟ مرة واحدة في المجلس البلدي وكرني ليها الشين علي بهذه المناسبة، ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. وين السنة؟ الله ماني عارف وين السنة وقتها. تاع الجنة، تاع الجنة كمان. أي 2000 2002 2007. اي 2002 العهد 2002 2007. القن قال كمال. كمال كمال الدين. اي 2002 2007. واللي رشحني علي، معناها رشحني اجباري. وكي نجحنا، نجحتنا وياه في حزبنا. كي نجحنا قالوا ويا نبداو دايرين حنايا الحزب نتاعنا فريق الشبيبه. إيه. وحنا الشايبين وكل كي ناكي عيلي. هيا كي بداو بينا قالوا يا الشبيبه، قلت خلاص انتم حنا الشبيبه الشايبين حنا بداو بينا نصبون. الاخ قزام احمد يبلغك السلام، احر التهاني لاستاذنا الكريم. اذا كنت عضوا في البلديه في العهده 2002 2007. عندما نتكلم عن المجالس المنتخبه، بالنسبة للمجال كنا عشنا فترة في مثلا الثمانينات، كان فرق بين مجالس الثمانينات ومجالس التسعينات، فرق كبير. أي. فرق شاسع. أي. وش الفرق بين مجلس يقوده شيوخ ومجلس له معظمه شباب؟ هي من الأحسن يكون باناسي كل شباب وشيوخ، بصح دائما على الأقل تكون على الأقل ثلاثة كبار، باش ربما يكون صواب عند الشيوخ حتى والشبيبة رايها زين. سي عبد الله، كما المجالس المنتخبة، هل أنت مع فكرة أنه يعود العدد مثلا في بلدية مسعد 33؟ 33 عضو في بلدية مسعد. هل انت مع الفكره هذه؟ هل تؤيد ان يعود 33 عضو؟ هي في الحقيقه هي يكونوا خمسه يخدموا و100 ما تخدمش خمسه خير، بصح اذا كان هذو العضو 33 كل واحد يجيب انشغالات جهته ولا حي ولا جهه معينه، هذه احسن. هل سي عبد الله مع تسليم المشعل للشباب اليوم، هل حان الوقت ليتسلم الشباب المشعل؟ لازم. أنا مع هذا مع تسليم الشباب المشعل. أي الشباب. هل ترى أن الشباب إذا الشباب له الإرادة، له القوة، له العزيمة، له، ولكن هل الشباب اليوم له حكمة أنه يسير بلدية كبلدية مسعد؟ الشباب إذا نح فكرة جهتي وجهتك وعرشي وعرشك ونح المصالح الشخصية، الشباب يقدر يسير وش يسير. معناها وحان الوقت ليتسلم الشباب المشعل. أيه. سي عبد الله، عندما نتكلم عن سي عبد الله، هل سي عبد الله متشائم ام متفائل؟ متفائل ان شاء الله. كيف؟ متفائل في اي مجال. رغم الظروف التي نعيشها اليوم، كما تشوف مثلا كل المواطنين يشكون، كل مواطن تلقى معاه مش عاجبه الحال. الشباب مش عاجبهم الحال. الظروف اللي نعيشوا فيها هنا في خاصه في بلديه مسعد، في مدينه مسعد، كيفاش التفاؤل نتاعك؟ من اين ياتي التفاؤل؟ التفاؤل ننتظر الفرج من عند ربي في كل جميع المجالات علينا وعلى المخلوقات كامله. هل سي عبد الله متفائل؟ قلنا سي عبد الله متفائل لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير، ولكن ربي سبحانه وتعالى جعل قاعده للتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل احنا رانا مستعدين باش نغيروا في أنفسنا؟ علي قليلة هذه الفكرة عندنا.
إذا لا يأتي التغيير، لا يأتي جدال، لا يأتي هكذا التغيير. إذا ما الحل بالنسبة لك؟ ما الحل؟ حاجة قلنا الشبيبان يسلموا لها الجماعة الكبار، يسلموا لها المشعل، يشمروا على سواعدهم وينحوا هذا الفكرة نتاع جهتي وجهتك وعرشي وعرشك، ويخدموا مسعد كمسعد. سي عبد الله، لحظة أو حاجة تفكرها تحزن في مشوارك العملي ولا في مشوارك الحياتي؟ فكرة حاجة صارت لك كي تفكرها دائما تحزن عليها، تجعلك حزين كي تفكرها؟ ما نظنش كاين. ما كانش حاجة زينة صارت لك كي تفكرها دائما تبتسم وتفرح؟ كاينين تلاميذ دخلتهم من الشارع عمرهم 17 سنة، واحد دخلته عمره 17 سنة وسبع أشهر، لقيتهم سامي سي بن عياش يمشي وأنايا نخدم في القريطة في بداية العام في أكتوبر. قلت له ماكش تقرا؟ قال لي مانيش نقرا. علاه؟ قال لي بي بعثني باه نقرا في الزاوية، طلبوا مني دوسي فيه تعريف أصلي ما قدرتوش. قلت له شاهي تقرا؟ قال لي شاهي نقرا. شديته من يدو دخلته عاد خنيش بن داود، شاد سنة ستة معيدين أكل، كانت سيدي سي بن عياش فيها ست سواز، خليته يقرا نسيته. اخر العام لقيتهم دايرين امتحان تجريبي صبوره في الساحه مع القن، لقاه من كلاسي الثالث من 176. شفتو لقيت النقطه تاع بالفرنسيه مادي خمسه، ومكلاسي الثالث من 76. لقيته قلت له انت وش دخلك؟ قال لي حق تدخلت وراه دوسير. قال لي حق قلت يقرب له دوسي، جبت له تعريف ادي صوره ودرت له بطاقه مسار مدرسي، بعثوه الهاني بالهادي كان مديرها شيهاب علي الله يبارك على خير. رحت ليه قلت له راه كبير لقنا ما تزعفوهش. قال لي ان شاء الله الاولى ثانوي ما كانش لي نوي. عقب شهر هو اصلا من الصحراء ساكن قعد اخرين، قال لي راهم يعايروا فيا وكذا ما نروحش. اديته داخلي، رحت لديته الحاشي ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. حكيت له الحكايه، قال لي ان شاء الله هذا التلميذ يعود يفطر عندي في داري فطور الصباح ما يفطرش في الداخليه. وتم يكمل راه عنده حوالي عامين سوتنا ماجستير، وراه يحضر للدكتوراه ربما العام الجاي ان شاء الله ينالها. هذه الفكره كي نتفكرها ان شاء الله تكون لي انا واللي قراوه صدقه جاريه واللي سمعوها ثاني ان شاء الله. اذا عندما تقص لنا هذه القصه، وجدت شابا او طفلا في الشارع ودخلته مباشره يدرس في المدرسه، هذه كانت مفتوحه، ما كانش هناك قبل الرقمنه ديروش حفل كم الرقمنه والمنظومه التربويه. نعود الى المنظومه التربويه، خصوصا المنظومه التربويه. الا ترى باللي ان المنظومه التربويه بعد الاصلاحات اصبحت مجحفه بالنسبه للمدرسه الجزائريه؟ انا نظنها من بدا الاجحاف من نهار نبدلوا، ملي كانت مدرسه ابتدائيه من هون وهي يمشي قبل الاجحاف. مانيش عارف راها تسير مسيره، مانيش عارف غادي يتلاعبوا بها وخلاص. هل انت مع اعاده النظر في المنظومه التربويه او ابقائها على حاله؟ انا اعادتها احسن، لان ذيك شفنا فيما نشوفه دائما في الفيسبوك يقول لك جات بن قبريط نحت خريطه فلسطين، قعدت نهارات نحت بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت نهار نحت كذا، لازم نرجعوا الى هيكله المنظومه التربويه من جديد. اذا اعاده المنظومه التربويه. سي عبد الله، ما هي الاكله المفضله للسي عبد الله؟ اكله الرفيس من العضل. رفيس مع شنين ولا؟ مع شنين. مع شنين بالدهان الازرق. لازم يعود بالنصوم معاور. هل سي عبد الله يسمع الموسيقى؟ احيانا. اي نوع من الموسيقى؟ كنت بكري ملي كنت صغير نسمع ام كلثوم، وذاك ماني نسمع بوالو. فريقك النادي المفضل العالمي؟ عالمية. كنت بكري شباب الكور. وذاك عالمية البارسا. يسلم عليك اسلامي عبد الرحمن، يقول لك سهل بالشيخ، وقال لك السلام عليكم من سكان ام العظام. قال
قال لك وحكي لنا شوية على عملك في أم العظام. أم العظام ربي يرفع عليها هذا القبر إن شاء الله، وربي يجيب لها مسؤولين يسيروها كما يلزم ويسيروها كما يشتوها لها إن شاء الله. أم العظام عقبت فيها ما يزيد عن 10 سنوات. بدايتها رحت معاذ إبراهيم الذوابة ربي يرحمه، لقيت الداخلية قال لي، قلت له شنو هذه؟ قال لي داخلية راها مسكرة عندها 5 سنين، تكون فتحوها واش؟ قال لي نعاونوك بالسيارة، نعاونوك بكلش، ومن بعد فتحناها والحمد لله سارت، وربي يحفظ كاع أهلها معظم الكرماء من صغيرهم إلى كبيرهم. حبشي محمد يقرئك السلام، يقول لك تحية احترام وتقدير وعرفان المعلم القدير والأب الشيخ سي عبد الله سليليح، ربي يحفظه ويطول في عمره ويبارك فيه في الشفاء إن شاء الله رب العالمين. شكرا الأخ حبشي محمد. شكرا حبشي، تعرفوا حبشي محمد في عمرك تلميذي في الابتدائية في سيدي نايل، وقول عب عندي طول وقت كبير كرة قدم، ومن بعد انتقل للملاكمة. الملاكمة وربي يحفظه إن شاء الله. للعلم فقط حبشي محمد من الملاكمين البارزين في مسعد، وظلم وأقصي في كثير من المناسبات الوطنية. سي عبد الله نواصل، فريقك النادي العالمي المفضل البارسا. البارسا، إذا الإخوة المشاهدين أصحاب البارسا أصحاب الريال يسمحونا. إذا نكتشف اليوم باللي سي عبد الله برصاوي من جماعة البارسا. سي عبد الله، فريقك المفضل عالميا مش النادي، الفريق. ها طبعا الجزائر. الجزائر خاص. لا لا بحال الجزائر. الجزائر قال لك زيد دعيلي. ويناه واحد قال لك زيد دعيلي. ويناه اللي قبيل. ربي يسترك ان شاء الله، وربي يبلغ ما في تتمنى، ويحفظك، وربي يرضي عليك الوالدين اذا كانوا حيين، واذا كانوا متوفين ربي يرحمهم ان شاء الله. بن خليف محمد ناس الفيض يسلموا على الشيخ سي عبد الله، قال لك ربي يحفظك ان شاء الله، مدير من طينة الكبار. الله يكبر بك. عندما نقول سي عبد الله، عندما نقول فلان من طينة الكبار، وش المقصود هنا من طينة الكبار؟ طينة الكبار معناها من الجماعة اللي مخلصين في عملهم، وجماعة اللي يأدوا عملهم بإتقان، ويعملوا عمل يحروا خدمتهم. سي عبد الله نواصل، نعود بك قليلا إلى سياسيا. دائما معظم المجالس المنتخبة في مسعد الأكثرية يعودوا من التعليم، ولكن دائما لم ينجحوا في التسيير، لماذا؟ لانهم اول حاجه لاصحاب التعليم، لانهم اول حاجه يتنكروا للتعليم، وانا منهم. لو يرى خارجين من التعليم وتلقاه، كنا في هذا مجلس مرت، تلقى ثلث من التعليم والمدارس مهانه، ثلث للتعليم والمدارس تحتاج حتى طباشير. قاشي الصحراء يسلمون عليك بيت بيت. ربي يسلمهم. قاشي الصحراء ان شاء الله. نتشرف بك الشيخ عبد الله، هذا واحد اخر يقول لك نتشرف بك سي عبد الله. الله يبارك رجال من الرعيل الاول كرسوا حياتهم من اجل خدمه التربيه والتعليم. من احسن المدراء ربي يبارك، سلم عليه وقول له سلم عليه وقول له جد حموده. لأن في هذا المجال سي بلال. يا بلال يا بلال، انت قالوا له قلتها قلتها يا بلال. في هذا المجال قصة جماعة راحوا للحج من ولاد سيدي ناجي، طبعا من عادتهم طول الحجاج في سيدي نايل لموهم في الصحراء، اسمها بن عسيليج، عند واحد السيد انسان صالح. هيا جم لهم وجا واحد يسلم عليهم، قال لهم بديتوا بالزورة ولا بالحجة؟ قال لهم بديتنا بالزورة. قال لهم وين نزلتوا؟ قال له واحد من الحجاج ما نجمش يقول جده، قالوا نزلنا في ذيك الملعونه. جده ثقيله. اذا
انا نقرا واش قال واش يقولوا المطلوب انا نحمل الامانه الاعلاميه. قال لك سلم على الاستاذ الشيخ عبد الله ستيليح، قام من قامات مسعد الحبيبه، ربي يجعل لهم خلفا صالحا ان شاء الله. امين. ربي بشير بالبشير. اذا نواصل استاذي الفاضل، عندما نتكلم دائما مسعد ماذا تعني لك الجزائر؟ مسعد ماذا تعني لك الجزائر اولا؟ الجزائر تعني لي الروح. ومسعد؟ مسعد تعني الام والاب والمسكن وكل شيء. واللي ساكن في مسعد يجرب يروح لبلاصه اخرى، واذا قدر يصبر عليها يصبر. ما هي النصيحه التي يوجهها الاستاذ عبد الله للمعلمين الان اللي في اللي هم في سلك التعليم الان؟ هذه يا سي بلال، هذا سؤال صعيب. والامانه، ادي امانتك في مهنتك التعليم، يا ربي يبارك لك في رزقك ويبارك لك في راتبك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في اولادك، لان هذه الفكره بالضبط عندي 39 سنه خدمه ووقفت عليها. وقفت على واحد كان يخدم معايا، ما كان له نذكر قصته صعيبه ومبكيه. احسن حاجه والنصيحه، ادي امانتك كما يلزم، ربي يبارك لك في كل ما تتحرك. اذا لازم اتقان العمل، اتقان عملك، ولان مهنه التعليم مهنه صعبه وشاقه، ما كانش ما صعب منها كله. واخدم لوجه الله تعالى، ماذا بيك دائما. حتى قلت لك، حتى هذا الطفل اللي دخلته راه كاين امثاله ياسر. كاين واحد في سدرحه في ساقيته جعيدات، وكاين واحد جوج وثلاثه في بيض في مول عظام ما تحسبش. هذون يبقاو لك صدقه جاريه، ديهم ربي يصرف عليك كاع البلاوات. اذا المعلم في المجتمع هو العمود الفقري في المجتمع. أيه. بالنسبه للقضيه التعليم. أيه. ويقضي المعلم في علاه المعلم في السابق يقضي يدير يقوم بامور دروك ما يقدرش يديرها مثلا. أيه. ما يقدرش يديرها دروك. ما يقدرش يدير. اذا هناك يجب ان يعاد التفكير في المدرسه، خاصه المدرسه الابتدائيه. المدرسه اذا كان ما تكونش تكوين في مجال التربيه والتعليم ما تنجحش كل. ونعطيك مثال، في مول عظام كان عندي واحد استخلاف يحضر ماجستير، ومرضت الوالده نتاعو عشوه الاربعاء، قال لي اسمح لي في يخدم الخميس يخدم قصبه. قال لي اسمح لي، قلت له مالها، روح اكتب لي وريقه باللي راك رايح للعجوز مريضه وخليها لي فوق المكتب. دار ساعتين، وعنده الماجستير دار ساعتين، وقال لي ما عرفش نكتب طلب. معناها مش ذنبه تكوين. ذنب التكوين هو دائما. أي. التكوين. أي. عندما كانت هناك المعاهد التكنولوجيه. أي. انتم تكونتوا في المعهد التكنولوجي لكي تصبح فعلا. حنايا تكوننا عام ودرنا التربصات، كاين وين التربص 15 يوم ما تخرج من المدرسه. وخرجنا نقراو ما نعرفوش نقراو زين، قال نتعلموا. ودركا تلقاه مثلا يجيبوه من باي مكان يخطفوه ويجيبوه طول التلاميذ. هي صعيبه، بصح مش ذنبهم، ذنب اللي ما كونوهش. هناك مطلب من المشاهدين، قال لك عيسى وطية، يا شيخ عبد الله دير لنا التصاوير نتاع اعمال مسعد اشبال واصاغر 86 87. قول له حق راني نبعث لهم بشويه. ياك راني بعثتكم ياسر، راني فايت ال 200 وراني في عقابهم، الصوره اللي نلقاها نبعث. قال لك الشيخ عبد الله مربي الاجيال. شكرا الاخ عيسى. نواصل دائما مع السي عبد الله. لمن المنبر نوجهها الى كل اللي يعرف اسم عبد الله سليليح وما نعرفوش انايا، اللي نعرف اسمه هو وما يعرفنيش انا، بكله تحيه تقدير وتحيه شكر وعرفان. ما هي الرساله التي توجهها للمواطن المسعدي؟ اخدموا بلادكم وصبروا على مسؤوليكم. اللي جو جديد هذول ماهمش اللي فاتوا، هذوك ربي يسامحهم وربي يغفر لهم ان شاء الله. اللي جايين فصبروا عليهم، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سي عبد الله نشكرك اولا على استقبالنا المميز ورحابه الصدر التي استقبلتنا بها. كان الحديث معك ذو شجون، حديث طيب عدنا به الى
سي عبد الله كتلميذ، سي عبد الله كمعلم، كمدير، كرياضي، كمدرب، كثقافي إلى غير ذلك. نشكرك جزيل الشكر في لقاءات أخرى أكثر روعة وجمال من هذه اللقاء. نلتقي في مع شخصية أخرى بإذن الله في الأيام المقبلة القادمة. سي عبد الله كلمة أخيرة. شكرا بلال، وشكرا ربي يعاونك على هذا المجال اللي راك تعارك فيه، لأنك خدمت التعليم مدة طويلة وخدمت الرياضة مدة طويلة، والآن راك في الإعلام. ربي يعاونك وربي يكون في عونك، وكن يا سي بلال كما عرفناك، كن واسع الصدر، لأن ستسمع في الإعلام ما لا تسمعه في مجالات أخرى. وربي يكون في عونك، ونبلغ التحية إلى كل المشاهدين والسماع اللي ما ذكرناها ما شاء الله، ما تفكرت مش والله كل. ويراني ذيك النهار درت في الصور تاع الأربيان، أعطيتهم صورة ياك، ومن بعد قلت لهم الصورة هذا التلميذ ما نعطيكمش اسمه، والتلميذ هذا راه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، راه يسوق في سيارة إسعاف، وراه ألف، عفيت الألف، قالوا لي ورينا اسمه. إن شاء الله في خاطر بلال من هذا المنبر نوريكم اسمه، اسمه بالردة عبد الحق. وهذا بالردة عبد الحق كان بوي، وراح في وقت الربعينات في وقت المجاعة، راح سكن في البرج بوعريريج، ومن بعد تزوج ثم جاب زوج دراري، واحد اسمه بالردة عبد الحق وواحد بالردة زهير، وجاب طفلة. ومن بعد هنايا جا وزوجت الطفلة هنايا، وراها بعيالها، وراها عجوز كبيرة، ربي يحفظها ويحفظ وليداتها. وزهير راه في فرنسا ربي يحفظه، وعبد الحق بالردة راه في الماريكان ساير سيارة إسعاف، إن شاء الله ربي يجيبو على خير للجزائر. وهاني وريتكم اسمه، ما تزيدوش تسولوني على اسمه، بالردة عبد الحق، أصله من الخلاطية من دمت. سلم عليه نزهة وقول له مسلم عليك العشرة نتاعك. الحاج عبد الله مربي ومعلمي، مربي مدربي ومعلمي. هذا خنيش علي. ايه كان عشرة، كان عشرة علي. ومن النكات تاع علي لعبته هو ورميثا بن حاج عبد الباقي سقير ذاك، لعبت مرة في الشوط الثاني في مسعد، وحمد طالب يتفرج مع كبار يتفرجوا، شافوهم صغيرين دخلتهم، مهمش ميني مازالوا أساتر، ولعبوا ماتش زين في مسعد، وربي يحفظ عليه له ويطول في عمره كي هو خير ميت. دائما هؤلاء الجيل، هذا الجيل الذي تربى في الزمن الجميل، زمن البراءة، زمن البراءة، زمن البركة، زمن النية، كل كل الأمور موجودة. كي نتفكروا سي عبد الله، عندما نتفكروا أيامات سيدي التواتي، حضرة سيدي التواتي، احنا حضرنا لها كأطفال، شفناها. كان المجتمع المسعدي مجتمع واحد، ما مجتمع واحد. وكان حتى في ذلك الوقت كاين اللي لوم علينا قسم المرات، واحد قال عليه ديروا في الطعام وقعد خدموا تفسدوا فيه، قلت له اروح نعطيك ظاهره. لقينا الواحد نعرفه زين من جيراننا، قلت له السنه كامل كليتش اللحم، قال لي كامل ملك، حتى في رمضان قال لي حفظ وين تكليتو، قال لي كليتو في حضره سيدي التواتي. تخيل انت واحد 11 شهر ما يذوبش فيها اللحم، وفي شهر واحد يذوب مره واحده في يسعود، يستنى ما يعودش يستنى في حضره التواتي من العام للعام. يقول لك تاج فوق رؤوسنا، قل له ربي يحفظك لينا ولا يحرمنا منك دنيا بلا بيك سانطا. وين هذا؟ واحد من المشاهدين، ربي يحفظه ان شاء الله. درك نختمو بالنسبه، كي تشوف الفيسبوك، عندما نتكلم عن الفيسبوك، هل الاستاذ عبد الله الفيسبوك ايجابي ام سلبي؟ على حسب مولاه، توظفه في الايجابيات يكون ايجابي لدرجه ما تصورش، ما توظفوش توظفه في السلبيات ثاني يديك الهويه. ان شاء الله شبابنا وان شاء الله اللي راهم يستخدموا الفيسبوك يستعملوه بالايجابيات. ونعطيك مثال، كانت ساعات الأدعية تبعثها الواحد ولا تبعثها العشرين واحد، كل يرجعوا لك بالشكر لأنه إيجابي. دعاء، لأنه دعاء. سي عبد الله نشكرك
ربي يحفظك ان شاء الله، ونلتقي في لقاءات اخرى، لقاءات ان شاء الله اخرى اجمل مع الزملاء مع الاصدقاء، وهذه لها نافذه من نوافذ هذه ايجابيه من ايجابيه الفيسبوك، اننا نتحدث ونعيد الذكريات المجيده لاساتذتنا ومربينا ورياضينا جميعا ان شاء الله. وما يبقى لنا الا ان نحييكم ونقول لكم السلام عليكم. شكرا لك سي بلال، وشكرا للمختار سويسرا حاضر معنا ان شاء الله. السي المختار ربي يشافي له مصطفى ان شاء الله. ان شاء الله. امين. اذا من خلال هذا المنبر نطلب من المشاهدين ان يدعوا للابن مصطفى وعيد جميع المرضى ان شاء الله بن الاستاذ السويسي المختار بالشفاء العاجل، يرفع عنه ان شاء الله هذا البلاء. آمين. ان شاء الله. آمين. يرفع عنا هذا البلاء. آمين. وتعود الحياة إلى مجاريها إن شاء الله وإلى طبيعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.